النهار دابا كامل تاعنا في هذا البيت مسدود عليك. ونهار كامل انا دايرها الحبس اخويا ما كنخرج جاع. نهار كامل دايرها الحبس راه ما كنخرج جاع الزنقه تاع، لكن منام كيشوفك واحد النظره خايبه. تمسكم في حياتي بغيت نلبس انا نسكم ولبس انا الشهر بحالي بحال الناس، نمشي للبحر نمشي للقهوه بحالي بحال الناس اخو يوسف. والله العظيم الا كلامك الا كيضرب في القلب انا غادي نجيك من الاخر. الله يسر لك يا ربي، الله يجيب لك الشفاء. راني محتاج شوفي عايشه في براك راه صبوطي الاخرى ما عندي، تطوالت هي الاخرى ما عندي. شي 30 عام في عمري 37 سنه. دابا 30 عام وهذاك الشيء فيك. مازهم مازهم ان شاء الله غادي تفرح. نفرحش دابا راه فرح دابا شنو خي وصل وحسيت بواحد الامان، وحسيت بواحد الامان. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في مدينه الدار البيضاء على جد مقربه من مستشفى بن رشد في الملف ديال بوماجي محمد اللي عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالو. للتذكير فقط محمد يعاني مرض غريب كما صرح قبل عجزوا مجموعه من الاطباء في مدينه القنيطره انهم يشخصوا الوضع الصحي ديالو، الا بتضافر الجهود وتدخل شخص اللي قدر يوصلوا دكتوره متمكنه في هذا المجال في مستشفى بن رشد. الفيديو السابق عم الفرح والسرور لانه قبلته طبيبه من بعد ما شخصت المرض ديالو ودار جميع التحاليل والفحوصات. اليوم عنده الموعد في المستشفى غادي نشوفوا معاه حيتيات القضيه. جيتي اليوم السبيطار جيتي ماما باش تفتح قول لي اش وقع. السلام عليكم اخوتي المغاربه، كنشكركم بزاف تعاونتوا معايا. جيتي من السبيطار باش نفتح، كنت فاجئ بما قالت لي راه البلوك عامر، السير تنتصل بك دي الدكتوره ما عطاتني لا ورقه باش نرجع لا والو، قالت لي زيد تنعيط لك واجي. شفت الملف الدوسي عندي، عندي السكانير عندي الليريم عندي التحاليل عندي الجميع اللي كيطلبوا الدكاتير عندي كلشي عندي. انا غنسولك سؤال واحد وغادي نختم انا نيابه عنك في المعلومات اللي عارف. الفيديو الاخير اتصلوا بك المغاربه تعاملوا معاك؟ تعاملوا معايا تعاملوا معايا وكنشكرهم بزاف، وملي تعاملوا معايا باش فقوا معايا باش درت هاد الليريم والسكانير والتحاليل وتخطيط القلب، وباش قالت لي العمليه خصك يديروا لي العمليه. هاد الناس ما بغاوش يديروا لي العمليه دا كيعطلوني بزاف، وهذا الشيء غادي كيكبر. شنو قالت لك الطبيبه بالضبط؟ الطبيبه قالت لي سير دابا كندخل عندها في الصباح، كنت فاجئ قالت لي سير تنعيط لك. واخا قلت لي حاجه اخرى، قالت لك المرض ديالك مالو؟ قالت لي المرض تاع المرض هذا الورم العصبي وفيه شي 8 السوايع. هاد العمليه هادي فيها شي 8 السوايع، قالت لك صعيبه بزاف، قالت لك خاص تكون عندك حتى البلوك بوحديتك. الشيء اللي كاين دابا، وهذا الشيء غادي كيأثر، بغيت نحيدو انا وحاجه وحده نصيفط لها رساله وحده، الله يرحم الوالدين تعتقني، راه هذا الشيء كيأثر عليا بزاف، راه ما كنعس ما كنشوفو بالليل. الله يرحم الوالدين كتسمع هذا الميساج للدكتوره اللي عند الملف تاعي دير لي عمليه اللي يرحم الوالدين. الشيء اللي كنشكر دابا انا اللي كنطلب الطلب هذا. الله يفرج عليك يا مشاهدينا الكرام، هو تيتكلم وكيتاثر صراحه لان سنين طوال هو اليد ديالو كيعاني منها كما قلت في السابق، عاجز مجموعه من الاطباء عن تشخيص ديال الحاله ديالو الا فضل الله عز وجل وهالطبيبه. انا في خضم الموضوع ربطت الاتصال بشكل مباشر من الطبيبه وهي مشكوره في الموضوع، تفاعلت معايا بشكل كبير وتواصلت معايا. كان الجواب ديال الطبيبه انه كتحاول ما امكن انه تشخص ليه الوضع ديالو بشكل مدقق، وكذلك تعطيه واحد الوقت يكون دقيق اللي تتبع ليه جميع المراحل. حاليا البلوك مملوء بشكل كبير، وعطتني جواب وعطتني وعد ان عما قريب غادي دير ليه العمليه، لانه كما قال العمليه ديالو ماشي سهله، تطلب مجهود وكتطلب انه في البلوك يكون بوحده، لان مساله كتعلق بالعروق كتعلق باشياء اخرى تخص التطبيب، هذا ماشي المجال ديالنا. الدكتوره كاتي الدوره كاتي مشكوره كذلك لانه تفاعلت معايا في الموضوع ووعدتني، وهي غادي تشوف الفيديو بطبيعه الحال والنقاش الطيب اللي دار بيني وبينها من اجل اننا كيفاش ندخلوا الفرح والسرور لهذا الشاب. عانى صراحه سنين طوال والمرض ديالو غريب والامل ديالو في الحياه. مره اخرى كنوجه الشكر للطبيبه وكنطلب الله عز وجل وجل المغاربه والطبيبه اننا نتفاعلوا عما قريب مع هذا الشاب هذا باش يرجع للحياه العاديه.
مرة أخرى الدكتورة كاتي النداء ديالو سمعتيه متأثر، هو بشكل العامل النفسي ديالو طاغي بشكل كبير. النداء ديالنا ليك، الله عز وجل ليك، اهتمي بهذا الشاب. مشاهدينا الكرام، سوف نبقى إن شاء الله مستمرين للتتبع الوضع الصحي ديال محمد، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.